الفراغ اللي احنا موجودين جواه دلوقتي حاليا انتوا قاعدين فيه ده اسمه مدرسه السلطان حسن. يعني ايه مدرسه؟ كلمه مدرسه زمان يعني جامعه دلوقتي، يعني اللي كان بيدخل المدرسه دي في سنكم كده، مش الاطفال الصغيرين، الصغيرين كانوا بيدخلوا حاجه اسمها كتاب، تمام؟ طيب كانت المدارس عباره عن ايه في العصور الاسلاميه القديمه؟ كانت المدارس بتدرس المذاهب الفقهيه الاربعه. احنا عندنا في الاسلام في اربع مذاهب فقهيه للسنه، حتى عارفهم؟ الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنبليه. اربع مذاهب بيدرسوا في الفقه السني، ومصر كانت دوله سنيه، فبالتالي كان سلاطين المماليك بيحاولوا يبنوا دايما حاجه اسمها المدارس. طب ايه الفرق ما بين المدرسه وما بين الجامع او المسجد اللي كان بيقول عليه؟ الجامع او المسجد بيبقى برضه فيه صحن كبير، الحته اللي احنا موجودين فيها المفتوحه للسماء اللي انا بتكلم في وسطها دي اسمها صحن. صحن يعني فراغ مفتوح للسماء ما فيهوش سقف فوقيه. طيب بس الاربع جهات التانيين ما كانوش بيبقى شكلهم كده، كان بيبقى حاجه اسمهم رواق صلاه او ظله صلاه، عباره عن مجموعه من العمدان وفراغات ما بينهم الناس بتصلي فيها، تقف صفوف وتصلي. خلاص ده اسمه جامع. امال ليه دي اسمها مدرسه؟ عشان دي مكونه من حاجه اسمها اربعه ايوانات، اللي سيادتك قاعد جواه ده اسمه ايوان. ايوان يعني داخله كده في مكان داخل في الحيطه، ليه ثلاث حوايط او ثلاث اتجاهات مقفوله والاتجاه الرابع مفتوح. مفتوح بقى على الشارع، مفتوح على صحن، مفتوح على فراغ تاني، بس يبقى اسمه ايوان لما يبقى عامل كده، تمام؟ فالايوانات دي كانت بتبقى مخصصه كل واحد منهم بيقعد فيه شيخ رئيس للمذهب او للطائفه اللي انا هدرس لها. انا مثلا شافعي يبقى هقعد هنا، حنبلي يبقى هقعد هنا، مالكي يبقى هقعد هنا، وهكذا. ما اسمه ايه التاني؟ حنفي يبقى هقعد هنا. بالتالي كل واحد منهم هيقعد فيه شيخ ومعاه مجموعه بقى من الطلبه زي سيادتكم كده يقعدوا يسمعوا مني. حلو جدا. طب الناس دي مش هتغلوش على بعض؟ يعني واحد واقف بيشرح هنا، واحد انا وانا واقفه في النص هنا وبتكلم، كلكم سامعيني صح؟ لو جينا دخلنا باشمهندسه ساره او انا هروح اتكلم في الوقت الايوانات التانيه، جربوا تسمعوني شوفوا صوتي هيوصلكم ولا لا. هي اوريدي كل ما الدكتور بتبعد الصوت بيبعد. مش هتسمعها خالص. سامعينا؟ هي بتتكلم. لا لا بس هو كده. ما يدعقت على شدة قلبه، يدعقت. حتى لو سمع يبقى بسيط برضه، مش صوت عالي قوي يعني. لو انت جوه انت كمان ممكن تسمع عشان ما تختارش. انت جوه استحمل بس النبره العاليه اللي انا بتكلم فيها. عاده بيشرح زي ما بشرح. قاعد بيشرح لمجموعه حلقه قاعدين قدامه. الفكره ان وجود فراغ مفتوح للسماء، الهواء اللي في النص ده بيعزل الصوت ما بين الاربع ايوانات، فكاني عامل اربع مدارس منفصلين جوه فراغ واحد. طيب كمان المكان ده كان فيه حاجات كتيرة جديدة جدا ما اتكررتش في العالم. زي ايه مثلا؟ قلنا ان هو فيه اعلى مدخل واحنا داخلين من بره، وقلنا ان فيه ثالث اعلى مأذنة اثرية في العالم والتانية في مصر. شايفين الفراغ ده اللي هو اسمه ايوان القبلة، اللي هو ده المكان المخصص للصلاة على فكرة. الحتة الوحيدة اللي بيصلوا فيها او اللي المفروض يصلوا فيها هي دي. تمام؟ طيب ايوان القبلة ده اكبر ايوان معقود في العالم، معقود يعني بقرش. تسمعوا عن ايوان كسرى؟ حد فيكم سمع المصطلح ده؟ اعظم من ايوان كسرى او ده بعظمه ايوان كسرى؟ ايوان كسرى ده جزء من القصر بتاع الملك كسرى اللي هو ملك الفرس، اللي كان موجود ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، وكانوا بيقولوا ان هو من اعظم المباني ومن اضخمها، والعرب والمؤرخين في العالم كله كانوا بيقول لك ايوان كسرى، ايوان كسرى عظيم وضخم وفظيع. موجود دلوقتي في العراق هو مكانه. ايوان كسرى نص القطر بتاعه 18 متر، ده نص القطر بتاعه 21 متر، فده اعظم واكبر واضخم وافخم من ايوان كسرى. فتخيلوا يعني المبنى ده من اهم المباني اللي موجوده في العماره المملوكيه، بيقول لك ان دي مرحله النضج والاكتمال والجمال بتاع العماره المملوكيه. في ضريح، ضريح يعني مدفن، قبه ضريحيه ورا الجزء بتاع القبله هنا، لما تروحوا هنا هتعدوا من الباب هوريكم دلوقتي الضريح. دي اكبر قبه ضريحيه في مصر. الضلع بتاعها 21 متر، فبالتالي هي اكبر مكان معمول لمدفن فوقيه قبه في مصر. خلاص؟ ايه كمان يا شباب؟ ما اكتفاش ان هو يعمل مكان التدريس هنا، ده ورا كل واحده منكم هتلاقوا باب، هنا جنب هنا في باب، وهنا باب، وهنا باب، وهنا باب، كل باب من دول بيؤدي الى مدرسه داخليه.
يعني في جوه برضو فراغات للتدريس، اماكن لاقامه الشيوخ والمعلمين، واماكن لاقامه الطلبه المغتربين. كمان المدرسه دي فيها مطبخ بيقدم الاكل للناس اللي بيسكنوا فيه، فيها حمامات، فيها اماكن للتخزين، فيها ساقيه، فيها سبيلين للميه. فبالتالي كانت بتعتبر كومباوند كامل، مدرسه داخليه كامله الطلبه بيجوا يعيشوا فيها لحد ما يخلصوا دراستهم. تمام؟ طيب انا مش عايز اطول عليكم. هنا اللي في النص اللي ورانا هنا دي اسمها الفواره. الفواره دي زي نافوره كده الناس بتتوضى منها، وكانت في الاعياد والمناسبات بيقعدوا يحطوا فيها ميه بشربات ومش عارف وموارد وحاجات كده، على اساس ان هم يعيدوا على الناس ويشربوا منها. الجزء اللي في القدام هنا ده اهم جزء عندنا موجود في المنطقه، اللي هو ايوان القبله. اللي في النص اسمه المحراب، للي ما يعرفش يعني اللي هو الكيرف المجوف، الحنيه المجوفه اللي في النص هي دي المحراب، وده مكان وقوف الامام لما بيجي يشرح. اللي جنبه المنبر، اللي حاجه اللي قدامنا الرخام دي اسمها دكه المبلغ، عشان لما نيجي نصلي اللي واقف قدام الامام لما بيجي، ما كانش فيه ميكروفونات، فلما الامام يجي يتكلم الصفوف اللي ورا ما بتسمعش، او لو الجامع ده زحمه جدا في ايام مثلا زي عيد زي جمعه او حاجه واضطرينا ان احنا نقعد ناس ورا، فلازم المبلغ يبقى في اخر او ورا في اخر الايوان عشان صوته يعدي. مش احنا قلنا اللي بيقعد جوه الايوان صوته ما بيعديش؟ فبالتالي لو اضطرينا ان المكان يتملي بالناس فهيضطروا يصلوا بره ايوان القبله، فاللي بره مش هيسمعوني، فلازم يبقى عندي دكه مبلغ توصل الصوت للي ورا. اللي ورا هنا دي اسمها القبه الضريحيه. مش عارفه عايزين القبه الضريحيه ولا كفايه كده؟ لا يعني قولي لهم بس ان هو مش مدفون جوه، يعني جوه مدفون. طيب ولا هو السلطان حسن قصته قصه، يعني شوفوا المبنى ضخم وعظيم وجميل ازاي. السلطان حسن ده كان سلطان اي كلام خالص، ولا كان ليه اي ثلاثه لازمه، ولا كان هيذكر لولا ولا اي حاجه اصلا. يعني هو تولى وهو عنده 13 سنه، ابوه وجده كانوا سلاطين وهم دول اللي كانوا مهمين. عيله اسمها عيله سلطان قلاوون، دي من اعظم العائلات اللي حكمت مصر في العصر المملوكي، حكمت فوق ال 100 سنه. فالعيله عظيمه جدا ومهمه جدا، لكن هو شخص تافه يعني وصغير، كان عنده 13 سنه مسك الحكم الاول، قعد كام سنه كده كان عربده بقى وسكر ومش عارف ايه، راحوا المماليك بتوعه شايلينه وراحوا سجنوه، وولوا اخوه اسمه صالح صالح. وبعد كده لما كبر شويه رجع طلع من السجن ورجع تولى الحكم تاني، و عزل المماليك اللي كانوا شالوه وسجنهم، وبدا يتامر انه يقتل جزء كبير جدا من المماليك اللي موجودين. بس يا عيني الحظه قدروا عليه، راحوا جايبينه ومطاردينه، قعدوا يطاردوا فيه، كان عايز يهرب للشام، فطردوه لحد ما وصل عند المطريه، وهو هناك ذبحوه. لحد دلوقتي ما نعرفش جثته فين، مع ان هو باني نفسه اعظم قبه ضريحيه في مصر، لكن ما اتدفنش فيها ولا حد عرف جثته طريق. يعني كلمة قبة ضريحية يعني مدفن. لما تدخلوا جوه هتلاقوا حاجة خشب كده وجواها حاجة رخام وعليها الشاهد اللي انتوا بتشوفوه. لما بتروحوا بقى عند أي السيدة عائشة، السيدة نفيسة، سيدنا الحسين، في أي حتة الناس تفتكر إن الشخص مدفون جوه البتاعة المستطيلة اللي جوه دي، هو مش مدفون هنا خالص، هو مدفون تحت تحت الأرض. الأوضة دي كلها اسمها الغرفة الضريحية، دي مكان للناس اللي بيجوا يزوروا المتوفي بعد ما يموت، يجوا يقعدوا فيه يقروا قرآن، يسمعوا، يدعوا له، يعملوا، لكن هو مش مدفون في الأوضة دي أصلاً. هو مدفون تحت، بس تحت المكان اللي هو اسمه التركيبه والشاهد والكلام ده كله. ان شاء الله بقى لما تطلعوا تقولي في تاريخ 3 تاريخ عماره اسلاميه هحفظكم الكلام ده كويس. هيعدوا علينا في تاريخ 2 الاول تاريخ كنايس، وبعدين ما انا ماشيه معاكم كل الاديان في لوش، يعني هاخدكم من اول المعابد اليهوديه لحد ما نوصل للاخر يا عبد الله. حد من الاسلام خلاص. حد عايز يسال في اي حاجه؟ مش عايز اسال.